ده زيك. طيب انا ما حاسس ولا بدا شويه. حلو حلو حبيبتي. قولي حلو قولي يا تشيز بلان فور ذا انترفيو. ديري نهضرك كديرو دائما. Fire away, fire away. It's good. I'm done. I'm actually done. I look so ugly with them. I mean, with them and the full art. Have you seen the state of a body? Mad. If I beat it, I ain't wearing the Johnny Aliolo with a roll with a geezer. Is it me or like, can you get rid of me, please? Is it me or like, no, so actually, I don't give it. I'm a rapper now, I might as well live in it. Dirty Jizzle. I'm gonna ask you a ghost question after that. So we have 30 Jizzle in Al Quran Al Azim. This Quran is a miracle. That Allah Tabaraka wa Ta'ala supported his beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam with. Who's the last Prophet of Allah? What is the name of the last Prophet of Allah? مسم آخر نبي من أنبياء الله ولا يأتي بعده أحد نبي جديد. لا يأتي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أحد يبعث من جديد. ليش عم بقول هيك؟ لأنه عيسى عليه السلام عيسى في السماء الثانية. Prophet Jesus in the second sky. You all know that he was not crucified. He was not killed. This is what was mentioned in the Quran. That he was raised to the sky. So Isa alayhi salam is still alive in the second sky. In what sky Prophet Isa alayhi salam is now? What sky? Second sky. First sky, second sky, third sky, fourth sky, what sky? Second sky, bravo. So Prophet Isa alayhi salam in the second sky. ولم يكن له كفوا ولم يكن له كفوا احد. Why are you laughing? Because we were dying. كل هو الله كل هو الله. We have قاف and we have كاف. قاف كاف. قاف is from back, from back of the mouth. Oh, gotta do the قاف. الحمد لله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كفوا أحد. كفوا أحد. خلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا نهارا معاشا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا هذا البلد
ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بيتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ومن غير الخصم اللي غادي تحصلوا عليه ديال 200 دولار غادي تحصلوا مجانا على كيت او لا عدة ديال الادوات ديال تبييض الاسنان اللي ممكن تعملوها ابخي او لا من بعد ما تبيضوا اسنانكم في المصحة ممكن على مدة 6 اشهر ممكن تستعملوها في المنزل وفيها الانستراكشنز يعني جميع الشرح وكل شيء اللي غادي تحتاجوه ديال تبييض الاسنان بما فيه الطقم الفوق والتحت لي برودوي كل شيء غادي توجدوه في هذاك الكيت مجانا. وما ننساش نقول بان قيمه هاد العده ديال الادوات اللي غتحصلوا عليها وهي 250 دولار. السؤال هنا كيبقى كيفاش غادي تحصلوا على الخصم ديال 200 دولار لتبييض الاسنان وكيفاش غادي تحصلوا على العده ديال الادوات اللي القيمه ديالها 250 دولار ديال تبييض الاسنان؟ فقط غتقول لهم شفنا الفيديو ديال جيهان كندا وقالت لنا بان كاينه هاد بروموسيون. كل شيء يخص هاد المصحة ديال الأسنان اللي هي 57 نورث بروستودونتيكس غتلقاو الرابط ديالها في صندوق الوصف وكذلك مثبت فيه العنوان تليفون كل شيء حولها. فقط ما عليكم إلا تواصلوا مع الكلينيك وطرحوا عليهم الأسئلة ديالكم. بلاتي مالكم زربانين ما تمشيوا فين، هذا خبر مهم جدا ويعجبكم بزاف لأن فيه الفلوس. بالنسبة للناس اللي عندهم وليدات اقل من 12 سنه فالدوله كتساعدكم ماديا باش تعالجوا لوليداتكم الاسنان ديالهم وكتوصل هذه المساعده حتى ل 650 دولار. والا كان لي ديبونس ديالك يعني انت خسرتي اكثر في علاج اسنان ديال الابن ديالك فكتعطيك جوج مرات 650 دولار. اذا سارع الان وليس غدا، غدا نخلي لكم الرابط اللي غتدخلوا فيه باش تشوفوا اش كاين وكيفاش وعلاش وتعمروا الضمون ديالكم الى غير ذلك. ولكن فيت اتونسيون خاصكم لو بلو تو بوسيبل يعني اخر اجل هو جون يعني جوان 30 2023. قبل من هاد لا دات اللي عطيتكم 30 يونيو 2023 تكونوا ديجا درتو لي سوان دونتير لابن ولا الطفل ديالكم. نعاود حتى تدخل لكم فكره مزيان لراسكم. نعاود نشرح بالنسبه للعلاج خاصو يكون قبل من 30 يونيو 2023 باش يعطيوك الدفعه الاولى اللي هي مثلا 650. كيعطيو ابتداء من على ما اظن 260 حتى 650 يعني على حسب المدخول ديالك. وغالبا كلشي الناس غادي يعطيوهم 650 علاش؟ لان لا بلوبار منا including me myself المدخول ديالهم ما كيتعداش 70,000 دولار في السنه. يعني الا كان كيتعدى مثلا كان 90,000 دولار كنظن غادي يعطيوك غير 260. الا كان 70,000 دولار ولتحت غادي يعطيوك 650 دولار غيعطيوها لك الا درتي العلاج للطفل ديالك قبل من هاد لاطات اللي هي جون 30 2023. هنا غيعطيوك الدفعه الاولى. الى العلاج استمر وانت خسرتي كثار من 650 دولار اللي عطاوك هما فكتجي الدفعه الثانيه. امتى الدفعه الثانيه جيهان؟ الدفعه الثانيه غتكون ما بين جولاي يعني يوليوز 2023 الى غايه جون يعني يونيو 30 2024.
كنتمنى هادشي يكون مشروح، ويلا ما فهمتوش راه الرابط غنخليه لكم حتى هو في صندوق الوصف، دخلوا وعوموا فيه وسارع سارع انت البارع سربي خلاص باش تستغلوا الفرصه وتاخذوا فليسات باش تعاونوا على علاج الابناء ديالكم. والدوله راها مازال خدامه، قالت لي البارح مازال خدامه في اطار انها تهز هذه المساعده حتى ل 18 سنه لتحت ماشي الفوق، نتوما راه صافي ذات سي ذات اول. كنتمنى احبابي تكونوا استفدتوا من هذا الموضوع، وما تنساوش الا مشيتوا 57 نوف بروستودونتيكس قولوا لهم راكم جيتوا من طرفي باش تكون عندكم البروموسيون. وقبل ما نقول لكم باي باي ما تنساوش تلتحقوا بالعائله على الانستغرام، لانني دائما عندي ما يفيد وكنكون تقريبا اون كونتاكت مع الناس اللي عندي في الانستغرام كل يوم. كنتمنى نكون دائما ونبقى دائما عند حسن الظن ديالكم، وخليوا لي تعليق الى عندكم اي اسئله. احبكم في الله، شيهان من كندا تحييكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.